بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكل ممثلات وممثلي وسائل الإعلام. تحياتي لكل الضيوف الحاضرين معنا في هذه النقطة الإعلامية. احنا الآن قدم تقريبا يعني حوصلة لما تم إنجازه اليوم في اجتماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بخصوص صياغة مقترح القانون عدد 27 لسنة 2020 الخاص بأحكام استثنائية للامتداد في القطاع العمومي. احنا المبادرة انطلقت كما تعلمون ببلاغ أصدرته الكتل النيابية لمجلس نواب الشعب. هذا نص: نحن ممثلي الكتل البرلمانية المجتمعين مع ممثلي المعطلين عن العمل الذين تجاوزت بطارتهم 10 سنوات نلتزم بالسعي لصياغة مبادرة تشريعية حول انتداب المعطلين على قاعدة سنة التخرج والسن من أصحاب الشهادة العليا عن الكتل المختلفة: كتلة النهضة بجسم حسن، كتلة الديمقراطية عبد الرزاق عويدات، كتلة قلب تونس حاتم الملكي، كان آنذاك هو الناطق هو المنسق نتاع الكتلة، كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، كتلة المستقبل عدنان بن إبراهيم، كتلة تحيا تونس مصطفى بن حميد. وانضم في الإمضاءات الأخ الزميل النائب السيد سونا الناصفي في إمضاءه على المبادرة فيما يخص الممضين عليها المطالبين بإنجازها، واللي هما 35 نائبا من هذه الكتل المختلفة. هذه مش باش نقرا أسامي، هذوما هذه القائمة فيها 35 واحد، وال 35 هذوما من الكتل التي كنت أتحدث عنها كل بلا استثناء. هي كان يكفيها 10، كان يكفيها 10 إمضاءات، أمضينا فيها 35 يعني دعما وتأكيدا على التزام كل أعضاء المجلس في غالبيتهم العظمى على الأقل يعني يمكن 217 بهذه المبادرة. وذهبنا فيما بعد إلى تقديم المقترح هذايا إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس أحاله على لجنة التربية باختصار، يقول لجنة التربية اللجنة بتاعتنا هذه التي تعهدت به، ثم استمعت إلى جهة المبادرة وتم الاتفاق على تعديلات في العنوان وفي المحتوى، ثم استمعنا إلى كنا قبل احنا التقينا بكثير من التنسيقيات، ولكن في مسار هذه المبادرة تلقينا تقارير مختلف التنسيقيات للأطراف المعنية بالتشغيل مما طالت بطارته، أطراف عديدة جدا لا داعي هنا إلى تسميتها. ثم استمعنا إلى الطرف الحكومي ممثلا ب سادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة لدى السيد رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومقاومة الفساد والحكومة ومقاومة الفساد والإصلاح الإداري. طيب، ثم وزير التكوين المهني والتشغيل، استمعنا إلى آرائهم وملاحظاتهم، واليوم اجتمعت اللجنة للصياغة القانونية للمقترح. وهذا المقترح اللي قدمناه اليوم بعنوان مقترحات الفصول المتعلقة بالقانون عدد 27-2020 يتعلق بأحكام استثنائية للامتداد في القطاع العمومي وتمت المصادقة عليه. ثم عندنا 6 فصول، كل فصل قدمنا الاقتراحات المتعلقة به وانتهينا إلى المصادقة على المقترح المتقدم في الفصل الأول اللي باش نرجع له، لكن الفصول الأخرى الكل والتي في معرفتي أنا ومعرفة الأخيان في اللجنة لا تثير خلافات داخل اللجنة. اللي يثير شوية نقاش هو الفصل الأول، لكن اتفقنا والحمد لله عليه. الفصل الأول يتعلق بمن طالت بطالتهم فترة لعشر سنوات أو أكثر. الفصل الثاني يتعلق بفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل. والفصل الثالث يتعلق بذوي الاحتياجات الخصوصية. والفصل الرابع بالذين لم تبلغ بطالتهم 10 سنوات. والفصل الخامس بالعقوبات
نتيجة عدم صداقية المعطيات التي يمكن أن تقدم. والفصل السادس والأخير يتعلق بمدة نفاذ هذا القانون. الفصل الأول قدمت فيه صيغتان. صيغة أولى تطرح امتداد العاطلين عن العمل الذين فاقت بثلاثة عشر سنوات فأكثر بتحديد نسبة لهم ضمن المناظرات. بالضبط كان المطروح نسبة 30%، يعني كل مناظرة تقوم بها الدولة في أي وزارة أو قطاع يخصص 30% منها لمن فاقت بتقدم 10 سنوات، وهذا هذه الصياغة لم تحظى بالمصادقة داخل اللجنة. الصيغة الثانية نقرأها عليكم اللي هي التالية: لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية، ما تنطبقش على العاطلين عن العمل لعشر سنوات فأكثر. النقطة الأولى الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، ويتم ترتيبهم تفاضليا وفقا لمقاييس سنة التخرج وسن المتخرج. ونذكر هنا اللي قلنا على دفعات سنوية متتالية، معناها المجموعة الكل دفعات، كل مرة دفعة. القانون يتحدث بعد ذلك في الفصل السادس بتاعه على المدة اللي هي خلال أربع سنوات من هذا القانون بعد إصداره في الرائد الرسمي، والتي سنصل إلى المصادقة عليها في آخر المشوار. كذلك يخضع العاطلون عن العمل المشار إليه في هذا الفصل إلى فترة تكوين مناسبا، وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر الحكومة. هذا اليوم اللي أنجزناه، وهو في الحقيقة أساس القانون، أساسه باعتبار هذه الفئة. الفصول الأخرى كما ذكرت بها وحكيت عناوينها قبل قليل، أتوقع ألا تكون مصدر خلاف، ولكن حتى لو كانت احنا ناس ديمقراطيين ولجنه يد واحده نصل بحول الله الى الصيغه المناسبه الممثله. هذا اللي صار اليوم. لم ننهي نظرا للضغط نتاع الوقت وطول النقاش، لم ننهي اعمال اللجنه لان ساعتين ثم جلسه عامه. لذلك احنا قررنا باش نعقد اجتماع اخر للجنه يوم الاربعاء القادم ان شاء الله من اجل استكمال الفصول، ولما ينتهي المصادقة عليك مقترح لجنة نتقدم به إلى مكتب المجلس الذي يطرح عليه إحالة المقترح على الجلسة العامة، ونتمنى ونرجو ونعمل كل ما في وسعنا أن يتم ذلك قبل العطلة النيابية اللي هي تبدأ يوم 30 جويلية. إخواني وأخواتي، هذا ما أردت أن أصرح به. إذا كان هناك أي أخ من الإخوة والأخوات من 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 اللجنة يتفضل للإضافة، ثم نفتح لكم إذا كان حبيتوا باب الأسئلة. تفضل. طبعاً يعني شكرناهم في الأول ونشكرهم في الختام إن شاء الله. تفضل. أي سي حاتم المبكر، يعني نحب نقدمه لأن كان له دور بارز ياسر في تقليل وجهات النظر وفي تجميع الأصوات. منها مشكور سي حاتم. وكلكم الحقيقة، أي كل الإخوة، ماهوش الوقت نتاع باش نقعد أنا نسمي. الأخ نادر المستشار، الأخ نضال السعودي، الأخت فايزة، الأخ محمد الصخيري، الأخت سوية العسكري، سي نضال الجوادي، الأخ آية الله الهشري، سي بسام المستشار، والأخت نهاء، والأخ نادر اللي هو أيضا مع أخ محمد علي. الأخ محمد علي اللي هو مستشار، وين الأخ نادر؟ أي سميته الأول؟ الأول والأخر معناها كذا. أخ محمد علي، على كل هذوما في الحقيقة أعضاء اللجنة أنا مشكورين. أنا أشك اللي أنتم باش تعدوهم في الأسماء بالعرض النهائي، لكن صراحة وحقيقة نشكركم برشا أنتم، لأنكم أنتم ستبلغون المعلومة للناس وتقنعونهم بفعل ما قمنا به اليوم. تفضل سي محمد. سي المفروزين اجتماعيا. إي إحنا نحيناها الاسم تلقوهم على واحد هذايا. احنا اللي بطلتهم اقل من 10 سنين يدخلوا فيها اللي هم اعمارهم كذا. هاي تفضلي اذا كانت ثم اسئله، اذا الزملاء ما يحبوش تفضل. تفضل سيدتي، اعطيني اسم الوسيله. يعني العلوم جريده الصباح، وحكيتي لي على نص مبادره تشريعيه، انا نلاحظ انها تستوعب تقريبا من كل المعطلين على العمل، واللي حسب احصائيات رسميه ينجموا يوصلوا 300 ألف.
وحسب احصائيات الاتحاد المعطين على العمل يمكن يوصلوا حتى مليون عاطل على العمل في تونس. هل نسقتم كما ينبغي مع الحكومه؟ هل لكي تمرر هذه المبادره التشريعيه؟ وهل هناك موارد يعني لتشغيل المعطين على العمل؟ طيب سؤال اخر، سؤال اخر نجاوب في الاخر على الجميع. سؤال اخر تمام، تحياتي لجلاله الصباح ولك انت ايضا. احنا بالنسبه للعدد في الحقيقه يعني لم نصل الى عدد محدد، احصائيات عديده مختلفه. احنا لا نتحدث عن العاطلين عن العمل برمتهم، لا نتحدث عن كل طالبي الشغل اللي هم في مناظرات او في ملفات او في اتفاقيات مع بين الحكومه والاتحاد العام التونسي للشغل ولا مع الوزارات، وفئات عديده جدا من هؤلاء خاصه ما يعرفوا باليات العمل الهش كما الساده النواب والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين والدكاتره الباحثين وعماله الحظائر والخدمه المدنيه التطوعيه وكل كل كل معناها المساعدين التكنولوجيين وعوان التاطير والقيمين المتعاقدين كل كل بلا استثناء. ما نسيت حتى قصدا، يعني انا سميت لكن ثم اللي نسيته يعتبرني ذكرته. احنا نتحدث على عدد تقريبا قيل لنا حوالي 150,000 اللي فوق 10 سنوات بطالب. هذوما فيهم ناس اصلا يعني ممكن حلوا مشاكلهم او معروض عليهم مجالات، احنا ما نتحدثوش على القطاع الخاص، ما نتحدثوش على مشاريع 160,000 انا قلت حوالي. اللي بقاو حسب تصريح انا احد الساده الوزراء حوالي 60,000، يعني 60,000 بالضبط. هذوما معنيين. لكن احنا عندنا ايضا احصائيات اخرى من الاطراف المعنيه تتحدث عن عدد اقل. لان هناك ايضا اللي مش 10 سنوات فاكثر، لم ندخل في هذا ولذلك قلنا على دفعات متتاليه. وقلنا ايضا انه تنفيذ حسب السن المتخرج وسنه التخرج. هذا نعتقد اننا عملنا كل ما في وسعنا وما يرضي ضمائرنا لكي لا نغضب حد ولكي لا نحصرها في عدد معين يخرج الناس بعد ذلك من الامتداد. وطرحنا ايضا نقطة أخرى نعتبرها هامة جدا اللي هي الحكومة دعم الأمر لتطبيق هذا القانون. الحكومة طبعا تعرف المعطيات بتاعها، ونحن في مهمتنا الرقابية وفي مهمتنا التمثيلية كنواب ندفع دائما وابدا على أن الحكومة تبحث على فتح مواد الشغل، تطهر الإدارة. كثير من الإخوة تحدثوا عن الفساد وعن ضرورة محاربة الفساد اللي من شأنه يحدد معناها أي كثير من الوظائف المتسترة أو المستورة أو المخفية أو المتروكة. يعني نعرف احنا كثير من المؤسسات فيها طاقات عمل ولم تلبي الأمر ذلك. كذلك على أولويات، أولويات احنا عندنا أولوية التشغيل قبل أولوية مثلا بناء مقرات يعني اجتماعية لمؤسسات ولبنوك ولوزارات. يعني احنا هذا احكام استثنائيه، وهذه الاحكام الاستثنائيه نظرا للضاغط الاجتماعي وللاولويه السياسيه للحكومه، ولاننا هؤلاء النواب كل تحدثنا في برامجنا الانتخابيه وفي وعودنا الانتخابيه للناس اننا نرى التشغيل والتنميه اولويتين وطنيتين مطلقتين، وما نجموش نتذكروا على هذه الوعود. طيب سؤال اخر، تفضلي سيدتي. فاطمه بشا، اداره الاعلام والاتصال بالمجلس. مزيد من التفاصيل حول الفصول التي ليست يعني محل خلاف. اي انا قلت عليهم، قلت عناوينهم، لكن الصيغه نتاعهم مانيش باش نقراها، علما بان الوثيقه يعني موجوده. معناها الفصول، الفصل الثاني عن فرد من كل عائله جميع افرادها معطلين. هذه فئه اخذناها بالاعتبار وحددنا لها معناها والثالثة ذوي الاحتياجات الخصوصية من أصحاب الإعاقة، والرابعة الذين لم تبلغ بطالتهم 10 سنوات. لا مناظرة شهر 35 شهر. أما إحنا نقصدوهم اللي صاروا أرواحهم مخرجين اجتماعيين بكل وضوح. والخمسة فصل خامس العقوبات، والفصل السادس مدة النفاذ. معناها
الفئات التي استهدفها هذا القانون في الحقيقة هي العاطلين عن العمل الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات، وفرد من كل عائلة لا يشتغل فيها أي مكان، والذين أعمارهم فاقت 35 ولكن بطالتهم أقل من 10 سنوات. عملنا لهم أيضا نسبة، وذوي الاحتياجات الخصوصية. الفئات الأخرى تدخل في أي من هذه الفصائل، مثلا اللي عندهم توكة خاصة نتوجه لهم مباشرة، نحييهم ونعبر على كل التضامن معهم. الأساتذة النواب والمرشدين التطبيقيين اللي عندهم قضايا مع 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 وزارة التربية وعملت الحظائر وغيرهم، هذوما راهم اللي عنده 10 سنين بيطلع يدخل، ولا فرد من كل عائلة يدخل، واضح جدا يعني، ولا عمره فوق 35 وبيطلع أقل من 10 سنين يدخل، ويدخل أيضا كملف مباشر عنده اتفاقيات بين الدولة واتحاد الشغل أو بين الدولة والمعنيين بالأمر. إن شاء الله يكون واضح عليكم الصورة. مع الحكومه انها تتبنى المبادره التشريعيه. احنا استقبلنا وزراء كما قلنا لكم، استقبلنا وزراء استمعوا الينا، استمعنا اليهم. ثم جلسه اولى وقعت مع بدايه الكورونا اللي بالمناسبه يعني ان شاء الله ربي يعافينا منها جميعا، ونحمد ربي على اننا تجاوزنا المحنه وان شاء الله يعني نتجاوزها بشكل كامل. استمعنا اليهم وكان تقديرهم كبير للمبادره، السادة وزير التربيه ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التكوين المهني والتشغيل، ثم بعد ذلك السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الوظيفه العموميه ووزير التكوين المهني والتشغيل، عبروا على انهم يعتبروا التشغيل والبطاله من ابرز التحديات المطروحه عندنا، انه نبحث جميعا على حلول، احنا نجتهد كنواب كسلطه تشريعيه نقدم مقترح قانون، الحكومه تجتهد كحكومه لتحقيق التشغيل وللبحث على الحلول، واعطيناهم الباب، اعطيناهم المجال لانه ما كانش عندهم شيء قانوني، ولذلك يبحثون على اتفاقيات وعقود وتعويضات ونيابات. اليوم الطريق سالك بحول الله للشروع الفعلي في حل مشكله التشغيل، وهذا ما اردناه، هذا ما اردناه. انا اشكركم جميعا، مش بالضروره اللي انتم يعني تخلقوا اسئله، عندنا جلسة بعد ما يمشي المكتب المجلس تحال على الجلسة العامة، الجلسة العامة هي سيد نفسي وصاحبة القرار. أجدد التحية لكم ولزملائي وزميلاتي، والسلام عليكم ورحمة الله.